بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لي الشرف أنني أحتك بمشاهدي ولاية عند بوشنت. تحضرني واحد المقولة قالها لنا واحد المجاهد كملي كنت أستاذة في العهد الوطني، قال لنا يا ولادي كان ندير واحد المداخلة، واحد المجاهد وفاته المنية نطلبوا له الرحمة ومن المنطقة نتاعنا، قالنا راح يجي وقت احنا احتكينا بالمجاهدين، انتم راح يجي وقت وانتم تفتخروا انكم احتكيتوا بنا وتكلمتوا معنا، وانتم راح تقدموا الرسالة وتكملوا الرسالة نتاعنا. احنا هذا التشكيك في القدوات نتاع التاريخ نتاعنا ما تمسش بشخصيات اللي احنا من صغرنا تعلمنا وعلمونا انهم قدوات نتاعنا ونحترموهم ونحترم. يجي وقت واحنا نقدموا الرساله من بعد المجاهدين. تاريخنا حافل وتاريخنا معروف في دول العالم، مش احنا اللي نعرفوا بالامانه بالامير عبد القادر هو معروف بطولات موجودة في التاريخ ومحفوظة مجد لشهدائنا الأبرار، وإن شاء الله يحفظ مجاهدينا اللي راهم عندنا قيد الحياة ويشفي مرضاهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.